كرة القدم الجزائرية ترتدي الثوب الأسود. عمي محمد العايب يرحل عنا إلى دار الخلود، الرجل والذي قدم الكثير ودعنا من دون سابق إنذار، تاركا وراءه إرثا كرويا في التسيير، مزج خلاله بين رئاسة الفاف وقيادة سفينة اتحاد الحراش. مدينة الحراش التي ارتبط بها العايب ارتباطا وثيقا، استيقظت صبيحة الخميس على وقع فاجعة رحيل من قدم الكثير للصفرة على مدار سنوات عديدة. قيمة رحيل العايب تجلت في مسارعة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد ورئيس الفاف وليد صادي والأندية الجزائرية العريقة لتعزية عائلة الفقيد. عمي محمد الذي اشتغل أيضا مسيرا في اتحاد العاصمة واتفق الجميع على حبه واحترامه، فارق هذه الدنيا إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 83 عاما، لكن اسمه سيبقى خالدا في قائمة الوجوه الرياضية البارزة. إن لله وإنا إليه راجعون. وداعا عن عمي محمد. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.